عاد معنا أيضا مرة أخرى الأستاذ عادل القانا رئيس الشبكة الجزائرية للشباب. نرحب بك مرة أخرى أستاذ عادل بعد أن قطع الاتصال قبل قليل. أستاذ عادل، الاحتلال الفرنسي ارتكب انتهاكات كبيرة بهدف ترهيب الجزائريين وكذلك بهدف قبولهم بالاحتلال، لكنهم يعني صدموا بردة فعل الجزائريين حينما جاءت تلك ردة الفعل كنتيجة ضد الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الجزائري. هل ذكرت لنا أو يعني سردت لنا النتيجة العكسية التي صدم بها الاحتلال الفرنسي في مواجهة شعب الجزائر الثائر؟ حقيقة يعني كما ذكرت يعني منذ قليل يعني قبل انقطاع الاتصال، فالاستعمار الفرنسي يعد من أبشع أنواع الاستعمار التي عرفها العالم عبر يعني عبر مر الأزمان. فيعني طيلة 130 يعني سنة 132 سنة كل أنواع الجرائم يعني طبقها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، يعني سياسات يعني حارقة، سياسة الأرض المحروقة، سياسة التدمير، التشريد، القتل، التهجير، كل أنواع العذاب الذي حتى بالتجارب النووية يعني كانت يعني هناك تجارب وما زالت آثارها إلى غاية اليوم. ورغم ذلك يعني فمنذ يعني وطئت اقدام الاحتلال هنا في الجزائر بدات المقاومه، بدات يعني يعني اجدادنا وابائنا يعني في مقاومه هذا الاحتلال عن طريق المقاومه الشعبيه. ويعني وحتى يفهم المشاهد العربي هذو الرفاة الشهداء يعني ال 24 الذين استردتهم الجزائر اليوم هم يعني قادة للثورات الشعبية التي يعني انفجرت ضد الاحتلال الفرنسي على غير ثورة الزعاتشة في بسكرة وثورة يعني الشيخ الإدريسي المدعو ببغلة في جرجرة وغيرها. هذه الثورات الشعبية هي التي مهدت لاندلاع الثورة التحريرية المباركة التي من خلالها جاء استقلال الجزائر. لذلك فموضوع الذاكره وموضوع يعني جرائم الاستعمار الفرنسي يبقى يعني هو محور العلاقات يعني التي تعرف تجاذبات بين الجزائر وفرنسا. والحمد لله يعني خلال الفتره الاخيره من خلال يعني اللجنه المشتركه ويعني اللي كانت يعني من بين حتى وعود ال 54 لرئيس الجمهوريه خلال الفتره السابقه، فتدخل ضمن مفاوضات يعني وترضخ فرنسا لهذا النقطة التي كانت يعني من بين الطابوهات ومن بين الممنوعات التي لا تناقش فيها فرنسا، حيث يعني من بين يعني 8000 يعني 18000 يعني جمجمة موجودة في متاحف فرنسا فيها 500 فقط التي تم التعرف عليها والجزائر استردت منها 24. فالملف الذاكرة يحتوي على الكثير من النقاط بين الجزائر وفرنسا، استرجاع هذه الرفاة، استرجاع الجزء الثاني من الرفاة ومن الجمازم، كذلك استعادة الأرشيف الوطني وهي نقطة مهمة وشائكة جدا في موضوع المفاوضات التي تشرف عليها اللجنة المشتركة، ملف مفقودي الثورة، ملف التعويض عن التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري، كذلك تجريم المجازر الرهيبة التي شهدتها يعني الجزائر والكثير من المدن الجزائرية، يعني مئات الآلاف في يوم واحد، 45000 في يوم واحد قتيل في شهيد في يوم واحد في خراطة وقلمة وسطيف، العديد من الجرائم التي استعملها هذا الاستعمار الغاشم الوحشي. اليوم يعني الجزائريين في هذه المحطة في محطة الاستقلال وهي من أجل يعني استذكار التضحيات التي ضحى بها أجدادنا والأجيال السابقة في الثورة، وكذلك هي محطة من أجل يعني النظر الى المستقبل، لانه هذا الاستعمار يعني رغم انه شوف رغم 170 سنه من يعني من اخذ هذه سرقه هذه الرفات وهذه الجماجم، ورغم ذلك يعني ما زال الحقد يعني على هؤلاء الشهداء يعني احياء وامواتا، ما زال الحقد عليهم. لذلك فضروري انه الأجيال الحالية، أجيال الاستقلال وأجيال ما بعد الاستقلال والأجيال التي اليوم هي تستعد لاستعادة لرفع مشعل البناء والتشييد، أن تعي جيدا هذه المحطة وتعي جيدا التحديات التي تواجهها سواء من التدخلات الأجنبية من فرنسا وغير فرنسا من الأيادي الأجنبية. بالتأكيد هذه لثورة الجزائر انعكاسات على المحيط العربي وعلى المحيط الإسلامي، لا سيما وأنها قدمت مليون شهيد وأكثر من مليون شهيد في سبيل الخلاص. كيف انعكست ثورة الجزائر على المحيط العربي والإسلامي؟ طبيعة الحال الثورة الجزائرية يعني للتصحيح حتى يفهم المشاهد العربي، الاستعمار الفرنسي في الجزائر دام 132 سنة، خلال 132 سنة كان فيه أكثر من 8 ملايين شهيد
فقط الثوره الجزائريه سبع سنوات الاخيره من يعني الثوره هي التي كان فيها مليون ونصف مليون شهيد، ولكن شهداء الجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي يفوقون 8 مليون شهيد. لذلك هذه الثوره التي مهدت للثورات يعني للحركات التحرريه بعيد الاستقلال الجزائر يعني في 62، يعني الجزائر دفعت يعني الكثير من الحركات التحرريه من اجل يعني المطالبه باستقلالها ومواصله هذه، ولذلك فحتى الجزائر ما بعد الاستقلال تواصل المسار وتواصل نفس الخط ونفس النهج، يعني رساله نوفمبر ورساله الثوره النوفمبريه انه دعم الشعوب في حقها في تقرير مصيرها، دعم استقلال الشعوب المستعمره وكل يعني من 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 كل دول العالم يعني، وكذلك يعني رفض كل التدخلات الاجنبيه في اي يعني في اي موضوع يعني يخص دوله، يعني خصوصا في المنطقه العربيه والاسلاميه رفض التدخلات الاجنبيه في الشؤون الداخليه للدول العربيه، موضوع حيبقى للنقاش الداخلي وتفرز ولا تحل بالحوار وبالنقاش. لذلك الثوره الجزائريه تبقى هي نموذج ولا خلينا نقول كل الحقبة الاستعمارية ومعاناة الشعب الجزائري طيلة فترة 132 سنة تبقى يعني تجربة تاريخية رائدة على مستوى العالمي ككل في هذا الشعب في 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 صموده في مقاومته في 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 حربه، رغم أنه يعني كل دول العالم لم تكن يعني تدعمه. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد طالب فرنسا بتقديم اعتذار عن ماضيها الاستعماري. لنتحدث بالبداية عن استعادة الجزائر لرفات أبطال الثورة الجزائرية، هل سيمنح الجزائر ولو جزءا بسيطا من حق الشعب الجزائري؟ طبعا استعادة هذه الرفات هي يعني خطوة نثمنها وسيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب، لأن لها دلالات كثيرة يعني دلالات سياسية، يعني استرجاع هذه الرفات ولو انها يعني رفات وجماجم ولكنها تدخل في السياده الوطنيه، ويعني موجود قانون في الجزائر 0799 الذي في الماده 54 يمنع التنازل عن اي شكل من الاشكال من التراث التاريخي والثقافي للجزائر، ولها دلاله تاريخيه كذلك، يعني ارتباط الشعب الجزائري يعني الاجيال اليوم التي خرجت محتفله بهذه الرفات وبهذه الجماجم يعني بواحد النخوه وبواحد العزه وبواحد الفخر، دلال على الارتباط بشهداء. لذلك فمطالبة يعني الرئيس يعني خلال الكلمة خلال يومين سابقين فرنسا بالاعتذار، هذا يعني يعني مفروض يكون يعني أولى الأولويات، لأنه لا يمكن النقاش ولا يمكن يعني تطور أي علاقات بدون اعتذار عن فرنسا عن ماضيها يعني الإجرامي، يعني جرائم يعني في حق الإنسانية، جرائم يعني بمجازر بأتم معنى الكلمة. لذلك يعني العلاقات تبقى مرتبطة بهذه المبادئ الأساسية وبهذه الانطلاقات الأساسية. من الجزائر العاصمة الأستاذ عادل قانا رئيس الشبكة الجزائرية للشباب، نشكرك شكرا جزيلا.